مدينة أبشة حاضرة ولاية والداي هي المحطة الثانية للجولة الميدانية لوزيرة الإنتاج والري والمعدات الزراعية لديبيا سمدة والخاصة بتقييم أنشطة الحملة الزراعية، حيث التقت مع المعنيين بقطاع التنمية الريفية بكل من ولاية والداي وسلة، إلى جانب ممثلي المنظمات غير الحكومية والمشاريع الإنمائية. وتخللت المناسبة عدة مداخلات سمحت للمشاركين وضع النقاط على الحروف وتحمل المسؤوليات على مستوى الأقسام والقطاعات المختلفة، كما دعتهم الوزيرة إلى تضافر الجهود وبذل المزيد من العمل من أجل ترقية قطاع الزراعة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني وتنمية العالم الريفي. وفي سياق متصل، فقد تفقدت الوزيرة والوفد المرافق لها كل من مستودع الغلال للهيئة الوطنية للأمن الغذائي بأبشة إلى جانب مقر الوكالة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي أنالا، بهدف معرفة سير العمل بهذه الوكالة الخاصة بمكافحة الآفات الزراعية، فضلا عن تفقد بعض من الحقول الزراعية بالمنطقة. الكلام كله رتودة سمينة النقدر نصور نصور أكر ده أسد من كاترم ريبوبليك ده من قدام ده شكل إيكاية عشان رئيسان دل ريبوبليك دورة كدر تاجي أيه تاجي كل يالك أكيد أو بروجكتور ده يالكو قدرة يمشي قدام من أكتيفيتي أنا. للتذكير، فإن هذه الجولة الميدانية سمحت للوزيرة زيارة المكتب الإقليمي للوكالة الوطنية للتنمية الريفية أنادير، وقد لاحظت أن معظم الجرارات والمعدات ولوازم العمل مؤطلة والتالفة، وذلك لا يساعد في ترقية العمل الفلاحي على مستوى الولاية.